السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيكم، الله يكرمك. كان في سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. كان في صيدلية، تمام، وبيبقى في خرج، كشكول الخرج، ايه فبيجي بعض اديون يعني اديون تاني للناس. ايه بيجي بعض الناس عايز يديني مثلا فلوس زكاة مال. ايه هو اسقط الاموال، اموال الديون كذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. هو يفترض انه يتحرى الفقير، ايوه، ليس كل المدينين فقراء، تمام، يتحرى الفقير ويسلم الفقير المال في يده ما دام رشيدا، لان ممكن الفقير يكون لا يريد سدد الدين، ممكن الفقير يكون هيموت جوعا، فيقدم الاكل والشرب على سداد الدين. تمام. فهو يسلم الفقير يده، يسلم الفقير المال في يده، وبعدها خلاص برئ ذمته، لكن لا يهلك نفسه من أجل الفقير ومن أجل الصيدلي. تمام. إلا إذا كان الفقير سفيها، أيوة، جاز له أن يقيم نفسه مقام ولي السفيه ويتصرف في مال الزكاة نيابة عنه بالقدر الذي ينفعه في دينه ودنياه. تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نسألكم الدعاء. وفقك الله.